بيكم من جديد، وعاوزين نتكلم على موضوع جديد برضو النهاردة، وهو موضوع آلام الركبة. عموما آلام الركبة دي ما عادتش بتيجي في أعمار معينة، مثلا ما عادش مثلا مع الشيخوخة، لا مع كبر السن، مع تقدم العمر بيحصل خشونة في الركبة، أو مثلا الشباب وهم بيجوا يصلوا بيلاقوا طقطقة في الركبة، أو بيبقى في آلام جامدة جدا وهم عمالين بيوطوا أو بيطلعوا أو بيلعبوا رياضة معينة، بقى بيقولوا احنا عندنا ايه اللي حصل ده، مثلا خشونة في الركبة، انا عندي لازم اغير مفصل، في آلام كلام كتير جدا بيقال في الموضوع ده. عايزين نتكلم فيه مع دكتور عمرو سعيد، مدرس واستشاري علاج الألم التداخلي بالأكاديمية الطبية، ودكتوراه علاج الآلام العمود الفقري والمفاصل بدون جراحة، وعضو الجمعية الأمريكية للطب التجديدي، وعضو المعهد العالمي لعلاج الألم، وعضو الجمعية الإيطالية لطب تقويم العظام، وعضو الجمعية المصرية لعلاج الألم. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. دكتور أنا عايزة أتكلم معاك في الركبة عموما، وإيه الآلام اللي ممكن تكون موجودة في الركبة بصرف النظر عن العمر؟ الآلام الركبة دي من أكتر الحاجات اللي بشوفها في العيادة عندنا، وإحنا العيان جاي عنده مشكلة، عندي ألم في الركبة. وطبعا زي ما حضرتك ذكرتي كده، مش كل ألم في الركبة هو ألم خشونة، لا، الألم الركبة دي لازم عبارة عن عضلات، عبارة عن أربطة، عبارة عن عظام اللي هي عظمة الفيمر والتبية، وعبارة عن صابونة الركبة. صابونة الركبة اللي بتبقى برضو دي محاطة برباط مهم جدا اللي هو الباتيلو فيمورال، خارج من عضلة رئيسية اسمها عضلة الكوادريسبس. طب احنا ممكن اي ألم في الركبة يجي عيان يقول لي انا عندي ألم في الركبة، انا عندي خشونة في الركبة، عندي خشونة متقدمة والدكاترة قالوا لي تغيير مفصل الركبة. طيب لازم نشخص المريض ده. انا بستغرب مثلا ان يجي مريض يقول لي انا عندي من غير ما حتى يكون عامل اشعه عاديه. طبعا عشان اشخص المريض ده لازم افحصه كويس، افحصه بايدي كويس، اعرف مصدر الالم فين، هعرف ابص عليه بالسونار. السونار الحركي مهم جدا، السونار الحركي في قوته تقدر تقول كده زي الرنين المغناطيسي اللي ممكن نعمله. الرنين كمان السونار بيديني قوة أعلى من الرنين، لأن الرنين ده ممكن يكون حصل عيان عامله مثلا في فترة إصابة، ففي التهاب في ارتشاح فمش مبين كل الأنسجة. السونار بقى لأ، بيوجد لي الحل ده. يعني أنا ممكن أشوف سونار حركي؟ سونار حركي. يعني السونار الحركي ده شكله عامل إزاي؟ سونار عادي خالص، إحنا يمكن على صفحتنا وعلى اليوتيوب عندي كمان هتلاقي حاجة فيديوهات بشرح فيها إزاي بنحط السونار، إزاي بفحص الركبة، ازاي بحط الـ اشوف الاربطه، اشوف الانسجه، اشوف لو في التهاب موجود، لو في بتعمل بيه عمليات كمان؟ بعمل بيه تداخل. جود. يعني التشخيص والتداخل. يعني ايه التداخل؟ اللي هو الحقن اللي ممكن، وده بيدينا نتائج اعلى في النتائج اعلى كنتائج علاجيه. يعني ممكن اعمل بيه التردد، ممكن اعمل بيه الحقن العادي خالص اللي هو الحقن برضه. بالمناسبة مش كل حقن برضه في الركبة يجي يقول لي ده انا عملت حقن بلازما يسمح كلام غريب جدا، لا، الدنيا اتحدثت. في دلوقتي احدث حاجة اللي هي تقنية حقن النانو بارتيكل تزود لي فاعلية الادوية اللي انا بحطها، يعني تخلي نفاذيتها اعلى، استخدم منها جرعات اقل. في نانو البرولوسيرابي، يعني هستخدم مواد تحفيزيه علاجيه اللي هي الجلوكوزا المعادل، دي ابسط حاجه مع الاكسجين النشط. ممكن استخدم نانو العوامل النمو المستخلصه من المريض، ممكن استخدم هيالورونيك اسيد معاه نانو ذهب، وده من احدث الحاجات المضاده للالتهابات واللي بتعمل لي تجديد للمفصل. ده من اجمل الحاجات دلوقتي ممكن بشوفها وبنستخدمها عندنا في علاج الام الخشونه. كمان المريض مثلا مش هيعرف يعمل جراحه او مش هيعرف يعمل عمليه استبدال للمفصل، ممكن نعالجه باستخدام الهيالورونيك بنانو الذهب. من الحاجات الجميله جدا دلوقتي نانو، اللي هو تارجتنج، يعني بيحط تارجتنج معين. بالظبط كده، نحط نانو. تقنيه النانو في العلاج او في الطب عامه ان انا هستخدم وسيله علاجيه او ممكن نانو بارتيكلز منها، فحسن نفاذيه الدواء بتاعي للمكان المصاب، اقلل استخدام راحه اكتر. طبعا اعتقد احنا معانا فيديو بيوضح ده، صح؟ احنا معانا يمكن ده تقنيه التردد الحراري اللي احنا ممكن نستخدمها في علاج خشونه الركبه المتقدمه. طيب نشوف ونرجع نكمل كلامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا حاله تعاني من خشونه متقدمه بالركبه من الدرجه الرابعه، هنعمل ان شاء الله تعالى باذن الله تردد حراري على الاعصاب المسببه للالم. توكلنا على الله.
دكتور انا شايفه ان المريض ما بيتحركش يعني ودليل ما فيش الم لا مع انك قلت لي انه ممكن يكون صحي هو صحي والمتفاعل معانا بنتم بمخدر موضعي ممكن مهدئ وبعدين نبتدي نشتغل تارجتنج على الاعصاب المسؤوله عن نقل اشاره الالم بتقنيه التردد الحراري طبعا دي بنستخدمها في الحالات الالم المزمن وخشونه الركبه المتقدمه ده غير التردد الخارجي؟ ده غير التردد الخارجي بقى فيه ايه بقى التردد الخارجي ده؟ التردد الخارجي ده بجهاز احدث بستخدمه على الاعصاب برضو خارجيا ودي بتتم في العياده تقريبا معايا في كل المرضى اللي بيعمل لهم الحقن الموضعي لان ممكن مش كل مريض احنا بنحطه ليه تردد حراري بالتقنيه اللي احنا شفناها لا ده ممكن استخدم وسيله علاجيه ابسط احنا لازم اشخص المريض الاول اشوف هو ممكن يكون عنده اصابه في اصابه في وتر اصابه انزلاق غضروفي قطع في الاربطه قطع في الغضروف الداخلي في الرباط الصليبي الامامي او الرباط الصليبي الخلفي ممكن ما يكونش مش كل حاله من ديت عيان عمل مثلا منظار في الركبه والمنظار بعد المنظار عنده لازالت فيه الام انا ممكن برضو لينا وسائل علاجيه سواء كان تجديديا او لعلاج الالم اعالج هذه الالام ما بعد جراحات المنظار وما بعد جراحات الركبه عامه عيان عمل تغيير مفصل للركبه ولا زال عنده الام ده برضو نقدر نعالج الالام بتاعته باستخدام التقنيات العلاجيه دي. دكتور حضرتك ذكرت السونار الحركي في التشخيص، انا عايز اعرف بقى بتشخص حضرتك كذا مره تقول انا لازم اشخص كويس الاول، انا لازم اشخص كويس الاول، هتشخص عن طريق السونار الحركي وايه كمان؟ اشخص اولا بطلب اشعاعات من المريض، تحاليل مهمه جدا فحوصات المريض اذا كان عنده امراض مزمنه ولا لا، أيوة. وزنه قد ايه؟ الامراض اللي بيعاني منها سكر ضغط او اي امراض مزمنه، الادويه اللي ماشي عليها، بعد كده ابتدي افحصه بالسونار. افحص السونار للمفصل الركبه ده مهم جدا 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 وباكد عليها مفيش مريض يعني لازم يتبص عليه مش مجرد ام ار اي يعني لا بس مش مجرد ام ار اي حتى لو معاه ام ار اي مريض جاي لي بيه لازم ابص عليه بالسونار لازم انا معايا كل يعني انا حتى معايا جهاز سونار صغير على حجم الايد كده الناس بتستغرب منه بوصله على التاب لو انا مش معايا السونار الكبير ببص بدوت واقدر افحص بيه بالظبط افحص بيه المريض واشوف مكان الالم فين انا بشوفه فيجوال شايف مكان الاصابه الالتهاب القطع في الاربطه لو موجود التاكل الغضاريف لو موجوده فاقدر احدد بيها درجه الخشونه يعني مثلا لو عيان جاي لي عامل اشعه عاديه والاشعه دي بتقول انا عندي في خشونه درجه رابعه ابص عليه بالسونار الاقي ان لسه في عنده الغضروف بتاعه موجود والدرجه موجوده الصوره اللي معانا دي بتوضح ايه دي ده انواع القطع الغضروف يعني برضو في كلمه شائعه عند الناس يقول انا عندي قطع في الغضروف الغضروف ده الغضروف الهلالي اللي هو جوه الركبه كل واحد فيهم دي درجات القطع بتاعها لينا في حاجات تعالج جراحيا باستخدام المنظار وديت بروح محول المريض دوت لزميلي في الجراحه جراحه العظام يعمل له المنظار ويرجع لي تاني اعمل له تاهيل دي برضو نقطه مهمه جدا ان لازم الدخول المنظار اللي احنا وجدنا برضو بالإفيدنس بيست ان لما عيان بيعمل منظار للركبه عنده مشكله شاب صغير مثلا او حاجه ما عملش تاهيل علاجي عن طريق ان انا اعمل تجديد للجزء دوت بيجي له بعد 5 سنين درجات خشونه فانا مهم احنا في بروتوكولات تعاون ما بيننا ما بين دكاتره الاستشاريين جراحه العظام المناظير بنعمل دوت العيان انا جاي لي عندي قطع كامل لا هقول له روح اعمل منظار الاول بعد كده تعالى لي انا هعمل لك التاهيل واحيانا كتير جدا يعني بيبعتوا لي المرضى نعمل ريجنراتيف تجديد للغضروف للرباط المقطوع قبل العمليه بعد العمليه دايما مفيش حاجه قبل العمليه برضه في حالات اللي هي القطع الجزئي والقطع اللي هي حالات مالهاش جراحه يعني هو مش هيستفيد منه في الجراحه فبالتالي نقدر نعالجه احنا ونعالج الالام بتاعته تجديديا ريجنراتيف ريبيراتيف واخد نتيجه علاجيه لعلاج الالم وعلاج المشكله